بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النظام المناعي والقرآن. أكدت دراسات علمية أن تلاوة القرآن بخشوع وتدبر وتأمل تحسن أداء الرئتين وتسارع في الشفاء من كثير من الأمراض مثل الربو والحساسية، خاصة عند الأطفال الصغار. في دراسة أخرى تبين أن الاستماع المنتظم للقرآن يرفع النظام المناعي للجسم. قد لاحظت أن الدراسة أن الذين يحافظون أجزاء من القرآن ويواظبون على التلاوة والاستماع كثير من القرآن، العجيب أنهم يتمتعون بصحة أفضل ونظام مناعي أقوى. صراحة ما نقول له سبحان الله، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن والإنصات له، لأن الاستماع هو سبب في رحمة الله والشفاء من كثير من الأمراض. ولذلك يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، سورة الأعراف آية 204. والله أعلم.